فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال هذا الأمر، والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟ أولا بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب؟ هذا في خلاف بين العلماء. منهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، ولكل أدلة. ومن أقوى أدلة القائلين بأنه من الاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوبا ليس فيه ترك إثم. ومنهم من قال أنه الأمر الوجوب لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا القاعدة، ولهذا نقول كل من القاعدتين ليس مضطردا في الوقت، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الوجوب. لكن إذا كان هناك قرائن فالقرائن تؤيد، فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومع قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر أو وليقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم، وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم.